الشيخ أحمد القطان ضيف برنامج لقاء الجمعة مع عبد الله المديفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في إطلالة جديدة من برنامجكم لقاء الجمعة الذي يشرف بعينكم على قناتي خليجية والرسالة ويتهادى إلى أسماعكم عبر أثير روتانا FM. في هذه الحلقة نتحدث عن الدعوة الإسلامية مع الشيخ أحمد القطان من الكويت في لقاء الجمعة تجتمع الكلمة. حياكم الله من جديد، وباسمكم أرحب بضيفي فضيلة الشيخ أحمد القطان. حياك الله يا شيخ. أهلا وسهلا، حياكم الله وبياكم. قد علمنا مجيئكم ففرشنا مهجة القلب مع سواد العيون، وبسطنا خدودنا للقاكم ليكون المسير فوق الجفون. شكرا للطفك، ويعني حسينا بهذا الكرم الحقيقة من إطلالتك. شكرا لك وشكرا لكرمكم. شيخ، يعني أنت خبرتك طويلة في مجال الدعوة الإسلامية، ويعني من أيام الثمانينات وأنت تخطب تلك الخطب التي دارت العالم الإسلامي. اليوم وبعد عهد الثمانينات وبعد حرب الخليج وبعد 11 سبتمبر وبعد الربيع العربي، يعني كيف تقيم حال الدعوة الإسلامية اليوم؟ الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، والصلاة والسلام على النبي الرسول خير الأمم. بدأت الدعوة والخطابة في أوائل السبعينات ميلادي. بدأتها بدروس في المساجد بعد صلاة العصر، أخذها من شريط شيخي الشيخ محمد حسن أيوب رحمه الله، ثم ألقيها ارتجالا للناس وأغلبها إيمانية. يعني تحفظها أحفظها وبعدين تلقيها على نفس ثم ألقيها في المسجد بعد العصر. ثم تطورت المسألة، فنصحني العم أبو يعقوب يوسف الحجي رئيس الهيئة الخيرية بأن آخذ منبر لخطبة الجمعة. فذهبت إلى منطقة الجهراء في شمال الكويت، وهناك في مسجد البسام أمضيت تقريبا 3 سنوات أخطب الجمعة. ثم نزلت بعد ذلك إلى مسجد صليبخات الدوحة، وفي هذا المسجد بدأت خطبي السياسية. التقيت بشيخي محمد أبو زنط، كان عضو برلمان في الأردن والآن متقاعد، ونسأل الله أن يشفيه ويعافيه. كنت ألتقي معه تقريبا يوميا وناقش به أحداث الأمة، وأتعاون معه بربطها بالقرآن والسنة والسيرة. وانطلقت في الخطب السياسية، واستفدت من نسبة الحرية العالية هنا عندنا في الكويت، فتبنيت قضايا شعوب الأمة العربية والإسلامية كقضايا الأكراد وغيرها، يعني من القضايا. ما سببت يعني تذكر، يعني أنت تكلمت كثيرا عن مثلا القذافي، وتكلمت عن ما كانت محرجة لدولة الكويت مثل هذه الخطب؟ ما كان هناك طبعا كانت اعتراضات؟ محرجة، وكان لهم سفارات هنا، لكن الجميع يحاول دائما أن يحفظ أمن الكويت، وإذا كان لهم هناك يعني نوع من الاعتراض أو الانتقام أو كذا يخططون خارج الكويت. وأنا كنت ألقي محاضرات في أمريكا والغرب لطلبة الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، طلاب المتعاثين من الكويت، نعم، ورابطة الشباب المسلم العربي
هناك. فكنا نلتقي بفرنسا وبريطانيا وفي أمريكا فرصدت هناك من القذافي وصارت محاولة اختطاف. حاول اختطافك القذافي. اختطافي نعم. والحمد لله يعني نجيت من هذا. كيف عرفت انه القذافي؟ يعني اتفقت مع الدكتور طارق سويدان وكان هو هناك يعتبر رئيس الاتحاد بأن يستأجر قوة حراسة قد أحتاج إليها وأني لا آمن القذافي. وفعلا وأنا في الحجرة في الغرفة قرعوا الباب فنظرت من العين السحرية وإذا هم ينتظروني في الخارج. فاتصلت في الدكتور طارق قال عطنا بس 3-4 دقائق لما نركب الأسانسير ونأتي إليك بعدين اطلع لهم إذا مسكوك احنا نمسكهم في الجرم. وفعلا يعني بعد توقيت طلعت مسكوني. مسكوك؟ مسكوني وحاولوا يجروني من باب الطوارئ اللي ينزل من الدرج السلم. فوصلت الفرقة ومسكوا. وكانت وراءها القذافي. وراء القذافي وكان هناك يعني غيرهم في الشقة غيرهم تقريبا 20 عنصر وتابوت ومخدر وكانوا ناويين نقلي بالتخدير حي في التابوت. انا اريد يعني قبل ان ادخل في التفاصيل اللي تخص الشيخ احمد انا اريد شكل الدعوه الاسلاميه بعيدا عن انت الان كمراقب من بعيد. اليوم واقع الدعوه الاسلاميه عاجبك؟ شايف انه هو واقع جيد ولا انه تراجعت الدعوه الاسلاميه؟ يعني الدعوه الاسلاميه مرت بمراحل منها مرحله الغفوه وكانت تحتاج الى خطب تقرع القلوب حتى تنتقل من الغفوة إلى الصحوة. وأنا عشت هذه المرحلة. ظهر فيها الشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه وكلكم تعرفون أسلوبه في تهيج يعني وكانوا يسمونك كشك الخليج في ذلك. نعم وتأثرت به كثيرا وبأسلوبه ومدرسته. ثم شققت لي أنا مدرسة خاصة فيه مشهورة يعني. ثم من فترة الصحوة إلى التنوير والتوضيح وحاولت قدر المستطاع أن أعمل عملية توازن خاصة بعد ما وصلنا أخبار أنه سيكون هناك ظهور إرهاب. يعني تتكلم الآن في المنتصف الثاني من التسعينات. نعم. فبديت أخفف نبرة الحماس. وطبعا الناس والجماهير ما يبون هذا، يبونك دائما لا دائما تصعد يعني لا تقف ولا تنزل. فقامت الناس تتساءل ليش وشنو صار وكذا. فبديت اشرح وابين لهم وفعلا يعني لو كنت على نفس النبرة يمكن تصير العاقبة وخيمة. انا بجيك على الموضوع هذا تحديدا، موضوع التغيرات اللي عند الشيخ احمد. لكن اليوم بعد الغفوة وبعد الصحوة وبعد التنوير احنا في اي عهد؟ نعم. اليوم احنا في اي عهد بعد ربيع العربي؟ احنا وشو يسمى العهد هذا اللي احنا فيه؟ يعني هذا العهد تقدر انت تسميه الوعي، وعي الدعوة. يعني ما تحتاج الدعوة؟ ايش تحتاج الدعوة اليوم من وجهة نظرك؟ تسأل نفسك انت ما يعني لست انت الذي تفرض على الدعوة ما تريد، الدعوة هي التي تفرض عليك. لا يعني الله تعالى يقول وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن. نعم. برأيك ما هو المنهج والخطاب الأحسن في الدعوة اليوم؟ المنهج الاعتدال والحكمة والتعريفات النبوية العجيبة. يعني عندما كان يريد ان يعرف المسلم مثلا يذكر لنا الأركان الخمسة، صح ولا لا؟ فاجأنا بتعريف جديد، قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يعني الآن فعلا الدعوة تحتاج إلى هذا النموذج من المسلم. طيب هناك يعني بعض يعني خصوم الدعوة يتحدثون أنه خطاب الدعوي يتهم بالجمود الفكري، محدودية الرؤية.
لا هذا غير صحيح. يعني اليوم الخطاب الدعوي بفضل الله سبحانه وتعالى له جماهيره وقوي ومؤثر واستفاد من هم يقولوا الوسائل الاثر، يقولوا انه خطاب سطحي يعطي اثار مؤقته، يعني ليس يعطي نتائج عميقه. لا لا تربيه الان تربيه. شوف التعريف الثاني ايوه قال بعد ان قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده قال المؤمن هي ارقه من امنه الناس. شوف مو المسلمون الان عموم الناس، من امنه الناس على دمائهم واموالهم. قال والمهاجر، المهاجر درجه اعلى من المؤمن، هذه اعلى. قال من هجر، شوف مو المهاجر الان اللي ينتقل من موقع الى موقع كما معروف الهجره من مكه الى المدينه، لا، من المهاجر من هجر ذنوب ومعاصي الله، هجر المحرمات. هذه هجره عجيبه، عندما يصلح الانسان نفسه ويبتعد عن الذنوب ويكف يديه ولسانه وينجو منه المسلم وغير المسلم. وبالتالي انت تقول انه هذا الخطاب هو خطاب عميق، ليس خطاب سطحي وليس خطاب. طبعا. طيب قضيه القصص والمواعظ وحتى بعضها يعني يعني القصص الغريبه يعني. هذا الخطاب الوعظي هل هو البعض ينتقص من هذا الخطاب؟ يعني هذا الخطاب الوعظي والقصصي كإلى هذا ياخذه الانسان لتحريك العاطفه والاستئناس به. والناس تحب يعني تحب هذا الأسلوب وتحب القصص، لكن ليس هو الأصل في الدعوة. وش الأصل؟ أولوية الخطاب للدعاة وين؟ في العقيدة، في السياسة، في الرقائق؟ لا لا لا، الأصل في العقيدة. إذا أنت أصلحت عقائد الناس عند ذلك تستطيع أن يعني تضمن هؤلاء، لأن الناس يوم القيامة يتحاسبون على ماذا؟ على عقيدتهم، كما قال عليه الصلاة والسلام يؤتى باليهود فيقال لهم ماذا تنتظرون؟ فيقول ننتظر العزير ابن الله. قال فيتبرأ منهم العزير فيؤمر بهم. طبعا من هم الضالون وليس الموحدون. ثم يؤتى بأمة النصارى ماذا تنتظرون؟ قال ننتظر عيسى ابن الله. قال فيتبرأ منهم عيسى كما ذكر في القرآن فيؤمر بهم إلى النار. طبعا المشركون منهم. أما الموحد ودخل في الإسلام له أجران، على دينه الأول وعلى دخوله الإسلام. شوف ما يهدر الله ثوابه ولا جهده. قال ثم يؤتى بأمة الإسلام وفيها منافقوها خلطة، فيقال ماذا تنتظرون؟ يقول ننتظر ربنا. فيأتيهم بغير الصورة التي يعرفون. الله له أسماء حسنى وصفات علا، فيقول أنا ربكم. يقول نعوذ بالله منك حتى تظهر الآية. فيقول وأي آية؟ قال يكشف عن ساق. فإذا حدثت الآية خروا لله ساجدين، هنا ينكشف المنافق، يحول الله ظهره إلى قطعة حديد، كلما حاول السجود انقلب على قفاه. يعني كما أخبر الله في القرآن الكريم في كتابه الكريم عن هذه الحقيقة، نعم، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. فأنت تقول أنه أولوية الخطاب الدعوي يجب أن تتجه للعقيدة أولا. طيب موضوع السياسة، يعني السياسة والدعاة، الدعاة والسياسة، دائما الحديث عن هذا الموضوع. برأيك من يفسد الآخر؟ السياسة يفسدون الدعاة؟ والله لا هذا يفسد هذا ولا هذا يفسد هذا. وش العلاقة المفروض تصير بينهم؟ الخطورة الفصل بين السياسة والدين. هناك شعار رفعه أحد زعماء العرب في مصر معروف ومشهور، قال لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، كلمة مشهورة. فردوا عليه علماء الإسلام قالوا الدين في السياسة والسياسة في الدين. ألم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل على محمد. ألم يحكم أصحابه؟ ألم يحكم خلفاؤه؟ كيف لا سياسة في الدين؟ يعني تقول انه الدعاة من ابجديات شغلهم الدخول في السياسة؟ طبعا.
البعض يقول لك انه هذا والله الوصول لاغراض استخدام الدين للوصول لاغراض سياسيه. زين والله يعني منكر هذا. اسئله مدح يعني يستخدم الشر عشان يصير سائس؟ لا يمكن. يستخدم الدين والقيم. هو يقصد انه يستخدم ولا يخدمه يعني. لا يستخدمه ثم يخدمه. طيب الخطاب الدعوي ايضا يتهم دائما انه خطاب غير وطني. نعم. انه يعني لا يتكلم يعني تعرف الدول الان دول قطريه وطنيه تقوم على يعني وحده جغرافيه سياسيه معينه انهم دائما يتحدثون بنفس الامه وبنفس لكن في لا يتحدثون عن الوطن الا من باب الضروره يعني لا يتحدثون كخطاب اصلي يعني موجود كجزء من المنظومه الفكريه في الطرح لهؤلاء الدعاة. انا ارى غير هذا يعني انا ارى ان الدعاة اليوم وعلماؤهم يدعون إلى حب الوطن وأمن الوطن والدفاع عن الوطن وحتى النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من وطنه مكة إلى الوطن البديل الجديد المدينة المنورة وضع في استراتيجيته فتح مكة أبدا ما غابت عنه يعني حتى المظاهر الكونية مرة نادته أم المؤمنين عائشة وقالت يا رسول الله انظر إلى القمر ليلة البدر أليس قمر مكة أجمل من قمر المدينة؟ لما هذا السؤال؟ لأن هذا قمر الوطن. شوف وهذا قمر المهجر ما يستوي القمر واحد لكن الشعور مختلف مو واحد. ولهذا عليه الصلاة والسلام أعطى درس في تحرير الأوطان وأعطى درس بعد التحرير في العفو العام والنحر والذبح والتشريد ورمي البراميل المتفجرة له اذهبوا فأنتم الطلقاء ما تظنون أني فاعل بكم أخ كريم وابن أخ كريم قال فاذهبوا فأنتم الطلقاء معنى هذا أنهم كانوا رقيق تحت يده بإمكانه أن يبيعهم في سوق النخاسة لكن خذ العفو وأمر بالعرف اللهم صل وأعرض عن الجاهل طيب مصلحة الدعوة والتنازلات يعني تعرف أنه يعني تحتاج يعني كل مسيرة تحتاج إلى تنازلات نعم. ما الأشياء التي يمكن أن يتنازل فيها وما الأشياء التي لا يمكن التنازل فيها يعني قضية الثوابت والمتغيرات كل يوم يكون في ثوابت وكل يوم يصير في متغيرات يعني الكليات والثوابت لا يتنازل عنها أبدا ولا يساو وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذن لاتخذوك خليلا بعد التبديل تبديل المنهج إلغاء الكتاب إلغاء السنة هنا عندما تأتي بالبديل المزور يتخذونك خليلا لا خليني أخذ مثال عملي يعني قضية موضوع تطبيق الشريعة مثلا نعم الدول الإسلامية تختلف في قضية بعدها وقربها من 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 هذه النقطة الجوهرية التي يتفق عليها كل الدعاة قضية تطبيق الشريعة كيف يتنازل وكيف لا يتنازل بأي متى يتنازل نقول للدنيا نقول للناس بأن الشريعة الإسلامية الخلق خلق الله والعباد عباد الله ولا يصلحهم إلا دين الله وشرع الله ولا نتساوم ولا نتنازل عن هذا ولا عن حرف من كلمة الإسلام والشريعة ثم عجزت أصبروا يأتي بعد ذلك من بعدكم من يطبق هذه الشريعة ولهذا هنا في الكويت عندنا استحدث لجنة استكمال الشريعة الإسلامية استكمال لاحظ فهناك جانب في حياة الناس مطبقة فيها الشريعة هي قضية استكمال يعني هل هذا خاضع للمصالح والمفاسد موضوع تطبيق الشريعة ولذلك أنا أقول لك ما هي واضحة الرؤية يعني أحيانا قد يعني يقدم الدعاة تنازلات ضخمة جدا أو خلينا نقول الإسلاميين بشكل عام وأحيانا قد يقفون وصامدين عند جزئيات صغيرة متى نقول إنه والله هذه المفروض توقف والمفروض ما توقف المفروض تتنازل والمفروض ما تتنازل هي تحتاج إلى رؤية واضحة صحيح يعني الآن عندما أنا أرى كتاب الله وسنة نبيه
اللي أوصى تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، لا يمكن كنت تنازل، بل عضوا عليها بالنواجذ. من الأمور قضية الحدود وإقامة الحدود، لأن الله سماها حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. نعم، حياة، لا يمكن أبدا أن تعطل حدود الله سبحانه وتعالى. ولهذا لو قطع السارق ما سرق الناس، لو جلد الزاني لانتهت الجريمة، لكن شوف القاتل اللي الله سبحانه وتعالى يقول عنه وهو قاتل العمد مع سبق الترصد، يقول عنه في القرآن: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا الله، لن تجد تهديد وحيد في القرآن كهذا، لعن وغضب شيء عظيم، نار يعني شيء عظيم. لمن يقتل يوضع في السجن، يمكن يوم كان خارج السجن ما يقدر ياكل لا عدس ولا فول ولا كذا، هناك قاعد يعلفون عليه لو اقاموا عليه الحد. لا، هناك جرائم يعني ما يصبر عليها، ما يصبر عليها. فتقول مثلا قضية الحدود هذه مثلا من الأشياء التي لا يمكن. لا يمكن. طيب، اختلاف المناهج الدعوية اليوم شتتت الناس، في شيء سلفي، في شيء سروري، في شيء إخواني، في شيء، هذه المناهج اللي الناس يريدون يعني عامتهم. أقول يعني هذه المناهج، أشبه الأمة الإسلامية والعالم الإسلامي بقلعة ضخمة لها عدة أبواب في الجهات الأربع. لو واحدة من هؤلاء قالت أنا الكل في الكل وأنا اللي أحرس جميع أبواب القلعة، أقول مستحيل مستحيل. فجهة الشمال، جهة الجنوب، جهة الشرق، جهة الغرب، يسع الجميع أن يتعاونوا في حماية صرح الإسلام. لا يجوز لأي جماعة تقول أنا الحق الخالص وغيري باطل. يعني تقول انه اختلاف تنوع ما اختلاف تضاد. والساحة تسع الجميع يا أخي، تعالوا نتعاون، تعالوا نتفق، تعالوا ننسق. بس هذا ما هو طرح مثالي شيخ أحمد، لا يمكن أن يحدث يوم من الأيام، ما يمكن يتفقون الناس بهذا الشيء. لا يحدث، في لقاءات بينهم بين علمائهم بين مشايخهم، ويتعاونون بفضل الله سبحانه وتعالى فيما بينهم ولا يتناحرون. يعني إذا لم يكن هناك توحيد الجماعات في جماعة واحدة، أهدر هذا؟ لا، ما أهدر هذا. طيب، قضية المتاجرة بالدين، يعني هذا مصطلح كثير ما نسمعه في وسائل الإعلام وفي في في أماكن كثيرة. أنا أريد أن أسأله وأريد أن أستشهد بقصة والدك. في قصة شهيرة حكيتها أكثر من مرة عن موضوع والدك. أنا أريد أن أسألك عن هذا المحور، متى يتاجر الدعاة بالدين ومتى لا يتاجرون؟ وأيضا موضوع القصة، قصة والدك رحمة الله عليه. والدي رحمة الله عليه أصيب بمرض شديد جدا وهو في السفر في البحر، ضرب برق وبعدين احترق عندهم ساري المركب وتأثر هو وأصيب بشلل. استمر عند الشلل 13 عام يزحف، ما يمشي، يزحف على الأرض. وكان يعمل له بسطة عند الباب يبيع فيها أشياء بسيطة، يكاد يعني يدخل قوت اليوم منها، إلى أن ذكروا له راقي فدعي لكي يرقي. قال أنا ما أرقي ببلاش. شيخ يقرأ عليه، تدفع 5 ربويات أقرأ عليك، ما تدفع أطلع. قال أطلع، أنا ما عندي آكل في اليوم، أعطي 5 ربيات، هذا كله كلام تقرأ قرآن وتنفخه. فطلع. هذه مرحلة حادة عند الوالد، سببت ردة فعل نفسية حادة. قالت هذا الدين، قال الدين اللي هذا يمثله هذا مو دين.
هذا مدير. طبعا هذا لا شك اسلوب خطأ. يعني احنا ما نعالج الخطأ بالخطأ، نعالج الخطأ بالصواب. فترك الصلاة وكره الدين وكره الحج وكره العمرة وكره شيء اسمه إسلام. واللي زاد الطين بلة، جاءت إرسالية أمريكية إلى الكويت، والدكتور فيها مشهور اسمه إرسالية طبية، إرسالة طبية يعني طبعا طبية وتبشيرية تنصيرية، لكن فشلت في عملية التنصير. عاجبت الكويتيين ولا نصرتهم. يعني كانوا يجمعونهم وكانت عندهم مضمدة نصرانية عراقية فتقول لهم شوفوا الحين لما نطفي الأنوار راح المسيح المخلص يمر، فراح نخبركم يعني. وفعلا بعد لحظة يطفون في الغرفة الأنوار ويمكن يمررون لهم على الجدار مصباح يدوي فتقول مر مر المسيح المخلص، هم كلهم بصوت واحد لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم صل على محمد. هو مر قال مر، قال اللهم صل على محمد. فراحت راجعت الدكتور قالت هذا ماكو فايدة، يعني توحيد مزرع في قلوبهم. أقول لهم المسيح مر، يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. سد هذا الباب واتركه، يعني هذيلا دين على الفطرة يعني. طيب ايش قصة والدك مع الرسالية؟ فأخبروه بأن الدكتور موجود، فزحف من بعد الفجر وصل الظهر زحفا من منطقة المرقاب إلى ساحل البحر اللي فيه. يعني هذه كم المسافة ترى؟ يعني تأخذ لها تقريبا 3 كيلو. زحف زحف، عنده طبعا خشبتين ويزحف. ما وصل إلا هو يعني خلاص تالف بالمرة منتهي. فخبر الدكتور، الدكتور طلع برا شافه فأمر بحمله تنظيفه شخصه، وأظن أن عطاه كريتيزون يمكن يعني ما أدري، لأن بعد هذه الإبرة اللي أخذها بدأ يتعافى. شوفي يعني بدأ يتعافى، بدأ تحرك رجله شوي 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 شوي، بعد شهر قام يوقف قام يمشي. بعدين بعدها ما أصابه مرض تقريبا 84 عام إلا مرض الموت، سرطان في البروستات. شوف سبحان الله. والآن ردة الفعل ربطها هو أنه هذا المسيحي عالجني وقال لي كان يمسكني يوديني للدكتور يقول قبل إيده، فقبل إيده. قال شفت هذا؟ قلت له نعم. قال أذكره؟ قلت أذكره. قال هذا عالجني والله شفاني، وهذاك ما قرأ علي وطلع يبي 5 ربيات. والمصيبة أن الدكتور نفسه الأمريكي حط 5 ربيات في جيبه ويعوده في البيت، يعني يجيه يزوره. فطبعا هذه وطولت ردة الفعل عند الوالد. اي والله طولت إلى قرب الموت يعني. جلست إلى أن إلى قرب الموت. وبعدين وهو عند الموت أنا عنده قال لي الدكتور ترى والدك يمكن بكرة يتوفى. فجلست عنده. كان كم عمره؟ 84 تقريبا. وكنت أنظفه بلحيتي هالشكل، أنزل عند عورته وأحمل بيدي نجاسته وأغسل شراشفه، وعندما يريد كرمكم يتبول أحط المبولة له. قال هذا الدين اللي أنت فيه، هذا الدين، هذا الإسلام، المعاملة. أي المعاملة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق وكذا. قال جيب لي فوطة فيها ماء أتوضأ وأصلي وأنا على الفراش. وقبلها ما كان يصلي أبدا. سبحان الله. فغمست الفوطة ووضيته وصلى هو على الفراش صلاة المغرب، صلاة العشاء، الصبح يوم الجمعة توفي. ولعله ممن قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا قرابة ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيكون من أهل الجنة. أريد أن أستأذنك في عندنا مجموعة من الأحداث، أبرز الأحداث اللي حصلت هذا الأسبوع، وأريد أن أخذ رأيك فيها نادي التالي الأيام السبعة. الأيام السبعة. قيادة التحالف تعلن انتهاء عاصفة الحزم.
داعش تعدم إثيوبيين مسيحيين في ليبيا. السلطات الكويتية تفرج عن مسلم البراك. الأيام السبعة. حياكم الله من جديد مع ضيفي الشيخ أحمد القطان. من أبرز الأحداث اللي صارت هذا الأسبوع شيخ أحمد هي قضية إنهاء عملية عاصفة الحزم وبدء عملية إعادة الأمل. أنا أريد يعني أخذ رأيك في هذا الموضوع، في عاصفة الحزم، في موضوع اليمن، في الموقف السعودي، في الموقف الخليجي، في الموقف العربي. أنت كيف يعني ما هي رؤيتك لهذا الموضوع لهذا الملف؟ في الحقيقة القضية كانت في اليمن خطيرة جدا. كما تعرف أن اليمن في الماضي تسمى باليمن السعيد. الشعب اليمني سنة، واليمن عموما مستهدف، وعدم استقرار اليمن فيه تهديد للسعودية. فعندما احتل الحوثيون اليمن أصبح جرس الخطر يقرع المنطقة كلها، السعودية والخليج، ولا بد من اتخاذ قرار حازم. وإحنا يعني تعودنا من كثير من حكام العرب أن يتردد بل يخاف من اتخاذ القرار، حتى يعني أصابنا نوع من الإحباط. فلما اتخذ هذا القرار وسميت عاصفة الحزم كاتخاذ قرار الملك فهد رحمة الله عليه في عاصفة الصحراء وتحرير الكويت، يعني تخيل أنت لم يتخذ هذا القرار، حالتنا حنا في الكويت الآن بعد هذا الزمن، يعني الله أكبر. يعني شوف حال الفلسطينيين مساكين، أسأل الله أن يفرج عنهم. يعني تقول أنه عاصفة الحزم وعاصفة الصحراء وجهان لإرادة واحدة. نعم، ومن أخوين فهد وسلمان. فاتخاذ سلمان خادم الحرمين الشريفين مثل هذا القرار، وتنفيذ هذا القرار، المهم التنفيذ، أعاد للأمة انتعاشها من جديد. عاصفة الحزم أنعشت الأمة؟ لا شك في ذلك. وفعلا الأمة الآن كلها، بل ليس العالم العربي والإسلامي، أتوقع العالم كله أيد مثل هذا. ولهذا نقول بأن نريد أن يكون عندنا حكام يعرفون اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب ثم تنفيذه. الأصل كانوا في الحكام التردد. التردد الأصل. الآن حزم. وهذه وما تحتاجه الأمة هي الحزم. الحزم. حكام حازمين. لأن جايك أنت مشروع بيغير دينك. هو هذا موضوع، كيف يعني كيف نجمع بين التصدي للمشروع الإيراني وبين نبذ الطائفية؟ كثيرون ينادون بنبذ الطائفية والتصدي للمشروع الإيراني، كيف نجمع بينهم؟ يعني أنا إذا بديت أدافع عن ديني وعقيدتي قالوا لي أنت طائفي، وإذا هم جو واستخدموا جميع أنواع الطائفية، اليوم قاعدين نشوف أسرى يقع في أيديهم بأيدي المجاهدين، مشكلين من بلدان عجيبة جمعهم الهدف، يذبحون أهل السنة والجماعة إذا دافعنا عن ديننا وعقيدتنا وأوطاننا ودعوتنا، يسمونا طائفيين. لابد أن يقابل هذا المشروع بمشروع. وشو المشروع المفروض اللي يقابل فيه؟ أن تجتمع الأمة العربية والإسلامية على بالدفاع على أهل السنة والجماعة. ذبحوا
في العراق ولا يزالون، ذبحوا في الأهواز الأحواز ولا يزالون. وغيرهم لو كان لهم التمكين لوجدت إلى أعناق الناس السكين. من القادر على قيادة هذا المشروع الصيني يتحدث عنه؟ الحقيقة أنا أرى كما أن السعودية هي المركز الديني وهي تعتبر قارة في خريطتها، وهي بالنسبة للكويت وللخليج يعني هي بعدها الجغرافي والديني والعادات والتقاليد إلى آخره أن تقود السعودية هذا الأمر. السعودية هي المؤهلة للقيام هي بهذا الدور. على مستوى شخصي، أنت تحدثنا عن الملك سلمان، صحيح أنه في موقف أنا قرأته وبدي أتأكد منه منك، أنه في مرة في إسبانيا صار في موضوع قص شريط أو شيء في مسجد، وش القصة دي؟ أنا ما ضبطها كويس. خادم الحرمين الملك فهد رحمة الله عليه كان باني مركز إسلامي هناك في إسبانيا. وين في إسبانيا بالضبط تذكر؟ والله ما أذكر البلدة، أي بس أذكر الحادثة عموما لأنها بعيدة يعني. فكنت برفقة أئمة الحرمين الشريفين الشيخ ابن شريم الشيخ ابن سديس والشيخ ابن حميد ومعظم يعني الأئمة ومعظم العلماء والشعراء كالشيخ عايض القرني وأمثال والصحافة شرق الأوسط عبد الرحمن الراشد وكذا. فعند الافتتاح افتتاح المسجد المركز هو مركز إسلامي أيوة. و مين اللي كان موجود؟ كانوا موجود الملك موجود كان سلمان موجود كان الأمير سلمان موجود موجود نعم وقتها وعمل وليمة كبيرة جدا. الشاهد عند افتتاح المركز دعاني لجنبه افتتاح وفيه الطعام مسكني بن يدي ومر بي إلى افتتاحه. فالعلماء اللي موجودين خاصة اللي كانوا يدرسون أشرطتي ويتحفظونها يعني أنا أعتبرهم تقريبا الأب الروحي لهم، قالوا يستاهل شيخنا يستاهل شيخنا، منهم الشيخ عايض القرني والشيخ بن سديس الله يحفظه، وقال يستاهل شيخنا أكدوا هذا السلوك. وأنا الحقيقة لهم علي فضل ولهم علي منة ابتداء من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد، لأن أيام الاحتلال كنت أنا في السعودية كنت في أبها ما كنت في الكويت. فبعدين جاء كتاب خطي بيده الكريمة وبتوقيعه الشيخ أحمد القطان والأسر الكويتية التي معه كان تقريبا 19 أسرة يسكنون على حساب المالية في فيلل الانتر في السودة في أبها حتى يعودوا إلى الوطن وليس حتى يعود الوطن. شوف لاحظ العبارة حتى يعودوا إلى الوطن يعني اللي بيته محروق مثلا يبي يرممه هذا وين يسكن؟ يروح يصلح بيته وكذا ويخلي أهله بعدين ينقل. وكان الخطاب باسمك شخصيا من الملك فهد وقام بتنفيذه الأمير خالد جزاه الله خير، وبعدين عمل وليمة كبيرة الأمير والأميرة أيضا زوجته وحرمه عملت وليمة تكريم لنسائنا الكويتيات اللي موجودات هناك يعني أفاضوا علينا من المعروف المادي والمعنوي لا يوصف. خادم الحرمين الأمير سلمان والملك سلمان الآن في هذا الافتتاح العظيم يعني قال أنتوا لكم اختيار العودة ما نجبركم، وخلوا سيارات فخمة تحت أيدينا وسواق إذا لنا أرحام ولنا أقارب ولنا دعوة تأخذكم وتوديكم لكن هي القصد هو قصد التكريم يعني هو أخذك وقدمك على على البقية تكريم الحقيقة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزانه. وفي الحقيقة يعني هذا ليس يعني الأول،
أذكر أرسل لي إلى الكويت الشيخ صالح السحيباني معروف، وقال الأمير يدعوك لكي تفتتح أسبوع جمع تبرعات للبوسنة والهرسك، ونبيك تلقي خطاب وتعمل عملية مزاد. لما كان أمير الرياض وقتها. نعم. فرحت عاد هناك ما شاء الله وافتتحت. فافتتح الأمير بمليون ريال، وبدت الناس يعني ما شاء الله تتبرع. اي نعم. طيب على ملف ثاني، الأسبوع هذا طبعا الناس تتحدث كثيرا عن ما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام، اللي نعم. يختصرونه ويصطلحون الناس عليها بداعش. نعم. طبعا قتل الطيار الأردني وبعدها قتل مجموعة من المصريين المسيحيين في ليبيا الأسبوع الماضي أو في هذا الأسبوع، في إعدام لأثيوبيين مسيحيين، هل هذا هو نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله برأيك شيخ أحمد؟ يعني اللي أنا أعرف الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل المرأة والطفل والشيخ الكبير وأصحاب العبادات يتركونهم في صوامعهم ما يمسون على أديانهم وعقائدهم. العجيب أن الصحابة فتحوا مصر وفتحوا شمال أفريقيا، كان هناك أصنام مثل أبو الهول ومثل التماثيل ما مسوها، وما كسر الأصنام في قلوب الناس، دخلوا فيها التوحيد وتركوها كآثار. ما لاحظت هذا؟ اللي فتحوا مصر وفتحوا شمال أفريقيا. فيبين لك أن فقه الصحابة يختلف عن فقه الناس اليوم. بعض البعض يتهمكم أنكم أنتم كنتم مروجين لمدرسة العنف، يعني هل تتحملون الخطاب اللي كنتوا يعني أيام الجهاد الأفغاني تحديدا؟ نعم. هل تتحملون جزء من المسؤولية؟ أيام جهاد الأفغان جهاد حقيقي ضد عدو شيوعي محتل أفغانستان. أنت ذهبت لأفغانستان. نعم. ولا يختلف عليه اثنان، وقدموا الشهداء، ورحت جاهدت مع عبد الله عزام رحمة الله عليه الشهيد. أنت ذهبت للقتال ولا للتعليم ولا كيف؟ لا أنا ذهبت للرباط. كنت أرافق، ما أقاتل بالقتل بالرمي، لكن أمشي معهم بنية الرباط والمواعظ والدعاء. كنت شو التحفيزي يعني؟ تحفيز نعم. فكنت من قابلت من أمراء الحرب هناك غير عبد الله عزام؟ عبد الله عزام، سياف، حكمتيار، قلب الدين حكمتيار، برهان الدين رباني، مجددي، يونس خالص. نعم يونس خالص، هؤلاء كلهم يعني. قابلت أسامة بن لادن هناك؟ قابلته في ليلة واحدة مظلمة، قالوا الآن سيصل الشيخ أسامة، سيصل فجأة الشكل، وإذا طلع بالظلام شفناه، استقبلوه والتقيت معه، ثم بعد ذلك اختفى. فلما عدت إلى الكويت وتبنى هو فكرته في حرب النصارى، أرسل لي رسالة مع أبو غيث، سليمان أبو غيث. نعم، رسالة لي ورسالة للشيخ جاسم الياسين أبو معاذ الأمين العام للعمل الخيري في الكويت. أنا طبعا ما أعلم أن رسالة ثانية وصلت للشيخ جاسم. أي وش كانت مكتوب فيها الرسالة؟ مكتوب فيها تعال معنا، أنت فارس منبرها وأنت صاحب قتالها، وأنت يعني نوع من الدعوة للانضمام إلى المشروع الجديد. أي. فقلت له أحملك وأحمل الشيخ أسامة جميع الأضرار التي تقع على الإسلام والمسلمين والعمل الخيري إن مشى على هذا المنهج.
كنت ضده يعني؟ ضد الفكرة تماما، وقلت له هذا ليس أسلوبنا في التغيير. أتحملت الرسالة بلغت سليمان بوغيت ولا كتبته خطيا؟ لا بلغت تبليغ وهو بلغه. نفس المنهج الشيخ جاسم الياسين أيضا بلغ نفس الرسالة، رسالة شفهية. كلكم بالرفض للانضمام. في علاقة كانت تربطك يعني ما زال يعني كانت علاقة قوية تربطك بسليمان بوغيث خاصة أنه كويتي؟ لا أبدا ما في ما في يعني التقاء بس بهذا الموضوع. بعدين هو اختفى، بعدين ظهر بالفضائيات بأنه هو الناطق الرسمي وكذا إلى آخره. فالشاهد بأن يعني التغيير هو الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن احنا نعود الى موضوع بني شيبان عندما التقوا به عليه الصلاه والسلام وقالوا ان الامر الذي تدعو اليه تكرهه الملوك. قال ما اساتم بالرد اذ افصحتم بالصدق، ولكن لن ينصر هذا الدين الا من حاطه من جميع جوانبه. فهذا الدين له جوانب، ليس فقط جوانب القتال. هناك جهاد، الجهاد الاعلامي، هناك الجهاد المالي، هناك الجهاد الدعوي، هناك الجهاد التربوي، طلع أسرة. لكن هو الكلام على قضية الخطاب الثوري الحماسي اللي كنتوا تتبنونه في الثمانينات والتسعينات، أليس هذا الخطاب هو من أوجد الأرضية الخصبة لبودرة التطرف والإرهاب؟ أبدا أبدا. أصلا أنا توقفت عن هذا الأسلوب عندما صارت بأيدينا وثائق تخبرنا بأن هي. لا أنا ما بقول أنه أنت دعمت، أنا أقول أنه هذاك الخطاب ما كان هيئ الأرضية. بالعكس أوجد جيل متحمس لدعوته، معتدل في فكرته، ربيناه على أيدينا. والدليل شوف جمعية الإصلاح اليوم، لن تجد شاب واحد متطرف أو إرهابي أو يتبنى فكر العنف. طيب خلينا ندخلك على موضوع الكويت، يعني ما دام تتحدث عن موضوع الكويت. الحدث الأبرز في الكويت هذا الأسبوع أنه السلطات أفرجت عن مسلم البراك. نعم. أنت إيش قراءتك للحدث وللعلاقة بين مسلم البراك من جهة وبين السلطات الكويتية من جهة أخرى، وما يسمى بالحراك أو شباب الحراك الكويتي؟ كيف تنظر لهالعلاقة ولهالمشهد؟ يعني أنا أعرف بأن مسلم حفظه الله له نية صالحة، يريد إصلاح، والحكومة الكويتية لها صفات الرفق من يوم ما احنا عرفناها، صفة ملازمة الرفق، ملازمة. وسمو أمير البلاد هو أبو الجميع يعني. لم يمر حالات قمع على الحكومات الكويتية المتتالية أو النظام الحكم؟ أبدا ما مر علينا. يعني نظام آل صباح ليس نظاما قمعيا؟ ليس قمعيا، بل احنا احتفلنا في إغلاق آخر سجون الرأي، وما عندنا حقيقة سجون فكر أو سجون رأي عندنا هنا. وبفضل الله الناس يعني تكلم، تكتب الصحف وبواسطة وسائل التواصل فيما عندها، والحمد لله رب العالمين الناس مرتاحة يعني. طيب موضوع مسلم، فلما أدخل السجن بعد ذلك، بعد فترة معينة تم إخراجه. يعني قالوا الناس أن القضاء راح يخلي يعني يطبق عليه سنين وكذا، مو صحيح مو صحيح. دخل فترة معينة احتراما للقاضي، احتراما للقرار، نعم احتراما للدولة والحكومة، ويسلم نفسه بإرادته، رجل عاقل، ودخلوا عليه ناس عقلاء، والهضولة اللي سواها بعض الناس أنا راح أحرق المنطقة وراح أنا كلامه صحيح. لكن هو تحدث عن قضية الانتقال من العمل البرلماني إلى النضال السياسي. هل النضال السياسي هو جزء من الحالة الصحية اللي تقول إنه الرفق اللي أنت تتكلم عنه، هل هذا هو الحل مناسب بالنسبة لبلد زي الكويت النضال السياسي؟ يعني هو أسلوب من الأساليب. وأنا أرى أن إذا اتخذ قنوات للنصيحة وأحسن
استخدامها تؤدي دورها. لا هو ما يتكلم عن النصيحة، يتكلم عن حقوق دستورية. اي يعني هو مش مشكلته انه الرسالة ما توصل، هو مشكلته انه يريد انه شكل النظام السياسي يتغير في قضية حكومة مع حكومة، انه تكون حكومة منتخبة بدل ما يكون برلمان فقط منتخب. قضية الحكومة المنتخبة ما تصلح الحقيقة، لا عندنا ولا عندكم ولا أنت ضد الحكومات المنتخبة؟ أي طبعا. ليش؟ ما تصلح الحقيقة عندنا، يعني احنا تحكمنا أسر عريقة ارتضيناها آباءنا وأجدادنا، وبيننا وبينهم بيعة، وما ننقض هذه البيعة. قد يكون تقصير من طرف الحكومة، لكن ليس معنى هذا التقصير الذي يحدث أن احنا نهدر ولاية الحاكم. لا هو يقول لك الإمارة، خلها الإمارة، هو يتكلم عن الحكومة، هذا الجهاز التنفيذي هذا. فلهذا يعني نتعاون احنا فيما بيننا ما استطعنا الى ذلك. لكن فكرة الحكومة المنتخبة ما تصلح لا للكويتيين ولا للسعوديين على رأيك؟ ما تصلح. طيب الإسلاميين دخلوا البرلمان. نعم. بأشكالهم يعني. نعم. هل هم فعلا كانوا إضافة نوعية إيجابية في الكويت ولا ما أضافوا شيء؟ لا شك إضافة إيجابية واضحة وآثارها واضحة. تعرف يعني هذا البرلمان من تأسيساته يعني القديمة له أثر على الكويت الآن، أن الخمر فيها ما يباع في المحلات مثل المشروبات الغازية وغيرها. شوف واحنا اذكر انا كنت مره في الخطوط الجويه الكويتيه وبعدين كنت جالس في الطياره والا شباب في اخر الطياره جالسين طلبوا من المضيفه ثلج وكاسين، فهي طبعا ما تدري جابت ثلج وكاسين. إجابت مرت علي لحقتها أنا. فوصلت عندهم وإلا حاطين بينهم بطل مشروب ويسكي. قلت لهم يا شباب أنا أحمد القطان وأنا أحبكم وأنا أحترمكم، وأنتم أول من يحترم قانون الكويت، وهذه طيارة الخطوط أرض الكويت ولو كانت في الجو، هناك قانون في الكويت يمنع. قالوا على هالخشب، شالوا بطلهم وخشوا وأشروا على رجع الكيسان الثلج ما نبي، مشكورين. قعدنا شوف شوف القانون وأثره. شو مشكلة تقول انه في يعني هذه الوجهة، انه التجربة الإسلامية في البرلمان الكويتي حققت نتائج إيجابية كبيرة على مستوى المجتمع. طيب الكويت من أهم الميزات فيها انها كانت رائدة في العمل الخيري، وموضوع التبرعات وخدمة المسلمين في كل مكان، الكويت يعني نموذج سباق. لا شك. هل ما زالت متمسكة بهذا الريادة وهذا السبق؟ نعم لا تزال، وبفضل الله يعني العمل عندها الخيري يتطور، ما تراجع يا شيخ أحمد. أبدا ما تراجع بفضل الله، يعني أنا في العمل الخيري والعمل بفضل الله يزيد ما ينقص، لكن تم تنظيمه. فخلال مرحلة التنظيم في عهد الوزيرة الله يحفظها الصبيح احنا استفدنا، يعني كانت هناك عندنا فروع غير مرخصة احنا ما ندري، فانتبهنا لها فرخصناها، نظمنا شغلنا. ويكفينا في الحقيقة ان الغرب كله بجانبه امريكا والغرب اعلنوا بان يعني جمعية الإصلاح وفروعها ما تدعم الإرهاب، وهذه شهادة احنا نفتخر فيها بفضل الله سبحانه. الشيخ عبد الرحمن الصميط طبعا يعني الله يرحمه، يعني حالة إسلامية غير عادية. هل كانت هي حالة استثنائية على مستوى الكويت ولا نتيجة طبيعية للتربية والأرض الخصبة لموضوع العمل الخيري؟ طبعا هو نتيجة التربية. هو من شباب جمعية الإصلاح وتربى في أحضانها وبين علمائها، وهو من أبنائها، هو كأسرة كاملة يعني، هو وزوجته وأولاده. طيب على المستوى الثاني، يعني على مستوى الحالة الدعوية، هل الحالة الدعوية في الكويت ما زالت قوية؟ نعم ما تزال قوية بفضل الله سبحانه وتعالى. أنت استمالك الشيوعيين في بداياتك. نعم.
وما رحت معاهم. ما رحت معاهم. ليش؟ ما رحت معاهم لأنهم ضد الفطرة. وكنت ألتقي وقت المغرب مع رئيس الخلية، هو لا يزال موجود يعني إلى الآن حي، صلى الله نهديه. وما زال على نفس وما زال على ما هو عليه. وطبعا اعتزل أسرته كلها وأجر له شقة أظن في السالمية وعنده خادم وبس وجالس، وأسرته كلها صالحة متدينة إلا هو، إلا هو يعني يحمل أفكار لينين وستالين إلى آخره. بعدين ابن الكبير يصلي معانا في المسجد في هذه المنطقة، مشرف من يعني رواد هذا المسجد الذي بجوارنا. أسئلة عن الوالد طبعا، وأقول أسلم عليه، وديت له شريط من عندي، فقال لي يعني أنت عرفت طريقك استمر عليه وتركنا حنا على البلوعة. يعني تصريحه كافي يعني، أنا خلاص قلت له مشكور، لكن دائما أسأل عنه. طيب في خطاب فكري مسيطر، أو خليني أقول لك ينافس الخطاب الإسلامي أو يتفوق عليه في الكويت؟ لا، اتركنا من الشيوعيين. أبدا ما في. التيار الليبرالي ما هو أبدا ما في على التفوق الإسلامي. الشعب الكويتي شعب متدين أصلا، يحب الدين ويحب أهله فضل الله سبحانه وتعالى فطرة يعني، ما في أعلى من صوت الدين وأهله. أنا أريد أن أستكمل معك هذا الحوار، لكن أستأذنك في فاصل قصير ثم نعود. فاصل قصير ثم نعود. إن شاء الله. حياكم الله من جديد مع ضيفي الشيخ أحمد القطان. شيخ أحمد، في مجموعة من الأسئلة أتتنا من شركائنا من الجمهور، أريد أستأذنك في أني أعرضها عليك. الشارع يسأل. الشارع يسأل. لماذا تضاءل وخبت التواجد الإعلامي للشيخ بعد حرب الكويت، بعدما كان في قمة شهرته؟ أين خطب الشيخ أحمد المدوية؟ أمثال خطبته في حافظ وغيرها التي كانت تصدح بها التسجيلات الإسلامية. لماذا أغلق منبر الدفاع عن الأقصى؟ ولماذا لا نرى لك منابرا في الدفاع عن أهلنا في العراق أو سوريا؟ هل الشيخ القطان يمثل مرحلة إسلامية دعوية وانتهت ولم تعد صالحة في هذا الوقت؟ أم اختفى مع اختفاء الشريط الإسلامي؟ اسأله عن مقولة كان يذكرها في خطبه، حيث يقارن الإعلاميين بسحرة فرعون ويحذرهم من عظم ذنبهم لأنهم يقلبون الحق باطلا والباطل حقا. هل ما زال عند رأيه في أهل الفن والعفن الفني؟ ما هي نظرته في الالتزام في شبابه، والآن عندما كبر هل تغيرت آراؤه؟ ما هو الموقف الذي ما زال عالقا في ذهنك ولم تنسه من أحداث غزو الكويت؟ قال لنا دكتور اللغة العربية ذات مرة: سامح الله الشيخ القطان، فهو من أخرج للعامة قصة صوت صفير البلبل وهي لا تصح، فاسأله عنها. ما الأمر الذي ندمت عليه وتتمنى لو عاد بك الزمان أنك لم تفعل؟ الشارع يسأل. حياكم الله في الجزء الثالث والأخير مع ضيفي الشيخ أحمد القطان. شيخ، خليني أتحدث معك أولاً عن أنت كنت في وهج غير عادي أيام حرب الخليج. نعم. ثم بعد ذلك في هذه الأيام خبت التواجد الإعلامي للشيخ أحمد القطان. نعم. وين الشيخ أحمد؟ مع الإذاعة لدرس كل يوم الصبح. عند ذهاب الناس إلى الدوام، درس ثابت يومي. في إذاعة الكويت. إذاعة الكويت. برنامج ثاني. لا، أنا موقوف من القرآن. موقوف؟ أي موقوف. ليه موقفين؟ ما أدري. قبل شوي تقول إحنا عندنا حرية رأي وعندنا أمورنا زينة. توقيف بسبب تشكيل لجنة ووضع عليها شيخ عنده شهادة من كلية الشريعة،
فاقترح بأنه لا يتكلم أي داعية أو عالم إلا عنده شهادة شريعة. شريعة. فالناس طبعا ردت عليه، قالت له الشيخ بن باز ما عنده شهادة شريعة، والشيخ بن عثيمين ما عنده شهادة شريعة، والشيخ الألباني ما عنده شهادة شريعة، وهذا كلهم علماء عالم يعني عالميين. فإيش هذه البدعة يعني؟ فوقف كل العلماء والدعاء في إذاعة القرآن، وما زلت موقوف. ولا زلت موقوف. طبعا بعد توقيفي هاجت الناس. ولما هاجت الناس الوزير قال، وزير الإعلام، الإعلام حولوه إلى البرنامج العام. هذا برنامج حيلة. هذا البرنامج أنا فرحان فيه لأن جمهور جديد ويحتاج إلى أسلوب جديد أيضا. وإن كان فيه غناوي، لكن أنا أبي جمهور الغناوي هذا، أنا أحبه ويحبني ودي أتواصل معاه يعني. فصار مخرج مريح للطرفين. للطرفين. أنا لا أريد أتحدث عن موضوع الإيقاف، أنا موضوع الغياب. هل أنه الشيخ أحمد القطان هو ظاهرة صوتية منبرية أكثر من أنه حضور كشاشة، وبالتالي في أيام الثمانينات والتسعينات كان شريط الكاسيت الشريط الإسلامي كان يستوعب هذه الظاهرة الصوتية والخطب المنبرية، وبالتالي حتى الآن أنت تظهر، إن ظهرت أو تجد نفسك في الإذاعة فأنت صديق للصوت وبعيد شوي عن الصورة، ممكن هذا التحليل يكون منطقي؟ لا في الحقيقة، لأن الصوت أسهل وأيسر وأرخص. يعني هذين المساكين الفلاحين في العالم في العالم العربي يعني في الجزائر وفي الأردن وإلى آخره، لما يكون في الغيط يشيل تلفزيون بعد، يشيل المذياع ولا المسجل الكاسيت. لا بس احنا في عصر الصورة شيخ أحمد. أنا تقول لي أنت يعني لا أنا أتكلم عن المستوى الشخصي، أنه هل الشيخ أحمد هو لا يريد أنه يبتعد ولا لكنه لأنه هو قوته في صوته؟ أنا أتمنى فصارت الكاسيت والإذاعة والمنبر هو الشيء اللي يستوعبه. أنا أتمنى من تلفزيون الكويت وتلفزيون السعودية وجميع تلفزيونات العالم العربي والإسلامي أنهم يعني يتفقون مع مؤسسات إعلامية لتصويري في الدروس والمحاضرات والموضوعات اللي يبونها وبدون مقابل. بدون مقابل. وبدون مقابل. شوف يعني جهدي ووقتي هذا ما أبي منه مقابل، بس يتصلون وأنا أتفق معاهم ويأتون. أنت جاهز؟ وأنا جاهز. طيب. موضوع حرب الخليج، أنت كان لك خطب شهيرة، يعني الخطبة اللي كانت في استاد في الجزائر، فأنت لك عشرات الآلاف حضرها. صح. بصراحة لما كان، هل بالغتم في ذلك الخطاب ضد النظام العراقي ذلك الوقت وضد صدام حسين، وكان هناك تهويل ويعني تضخيم لحوادث لم تقع أو وقعت بشكل بسيط، وكانت هل مارستم هذا الدور؟ لا، وإنما ما ذكرته عما فعل النظام المحتل هو أقل القليل، بل كانت الرحلة كلها والوقت والخطابة ما تسع الإجرام الذي قام به من هدم البيوت ونسفها وخطف المصلين وتعليق النساء من أثدائها وأخذ الأبرياء وتعذيبهم وإحراقهم وفتح رؤوسهم بالبلطات، شيء رهيب، وصعقهم بكل أنواع التعذيب المأخوذ من المعسكر الشرقي والعياذ بالله، من يعني الصعق الكهربائي في الأجهزة التناسلية في الأجساد. إيه بس تحقيقات بعد كذا ما كان في إثباتات لهذا الكلام، يعني هذا الكلام سمعناه كثير على المنابر. لا، موجود الإثباتات وموجود الأجهزة وتم العثور على الجثث وشيء أهوال يعني. يعني لم تبالغ في ذلك الطرح؟ لم أبالغ أبدا، وكل ما قلته كان مستحقا. نعم. وكان هناك مكاتب مفتوحة تريد أن تسجل كمجاهدين معه، فلما سمعوا هذا وتحققوا ما قلت ألغوا التطوع وألغوا المكاتب
وانضم إلي جميع القيادات للعمل الإسلامي في الجزائر وضموا صوتهم إلى صوتي وأخذوا يدافعون عن الكويت، خاصة لما قلت لهم يعني إحنا وقفنا معكم ضد الفرنسيس. وجميلة أبو حير لما زارت الكويت تسمت البنات عندنا جميلة، وكنا في المدارس ندفع من مصروفنا كأطفال تبرعات للجزائر، وتذاكر السينما عندنا فيها نسبة تقطع للجزائر. طيب، فكما وقفنا معكم وقفوا معنا ووقفوا معكم، ايش الموقف اللي ما زال عالق ذهنك من حرب الخليج، من الأزمة، من احتلال الكويت؟ يعني في يوم وليلة محي شعب وحكومة، وفي يوم وليلة تم التحرير. لا إله إلا الله. قبل شوي كنا نتحدث عن تحول الخطاب عند الشيخ أحمد القطان من الخطاب الحماسي الهجومي الاندفاعي إلى الخطاب الهادئ العقلاني. نقطة التحول وين كانت؟ إيش اللي خلاك تتحول؟ طبعا الآن لازم نعرف أن الخطابة فن، والخطابة غير الندوة وغير الدرس وغير يعني المحاضرة وغير اللقاء التلفزيوني واللقاء الإذاعي إلى آخر. الخطابة رفع صوت ونبرة عالية وحركة إيد، نعم، حركة وجه وتهييج جمهور. فالخطابة فن والخطابة علم، وربي سبحانه أعدني للخطابة منذ أن كنت يعني غلاما صغيرا. طبعا ذاك الساعة أنا ما أدري، لكني كنت أذهب إلى مكتبة عندنا أدبية في الكويت الوحيدة، مكتبة الرويح، فكنت أشتري منها الكتب وأقرأها بصوت مسموع عند البقالة لشياب الفريج. والمكافأة بطل بيبسي. فهذا الأسلوب عودك على ال... نعم، مكن مني اللغة ونبرة الصوت. لا، احنا لا نتحدث في هذه المهارات، هذه واضحة، والشجاعة، ما هذه كلها في يعني مقابلة الناس كل هذه واضحة. انا اتكلم على نفس المضمون، المحتوى. نعم. المحتوى كان يعني قوي. خليني اعطيك مثال. نعم. كان لك أشرطة شهيرة عن العفن الفني، صح، وانت يعني ما ودي اقول مسحت فيهم البلاط، لكنك انت كنت قاسي بشكل يعني كبير جدا جدا لكن جدا، اهتدى منهم عدد كبير. هل كانت موفقة؟ جدا. يعني لنأخذ على سبيل المثال مصر، هي كانت كثيرة، يعني شمس البارود اهتدت على أشرطتي. شمس البارود اهتدت على أشرطتي. نعم. وحسن يوسف اهتدى على شريطي، وجد العربي اهتدى على شريطي. معظم الفنانين في مصر اللي اهتدوا صاروا دعاة اهتدوا على أشرطتي بفضل. لكن الشيخ أحمد القطان يعني ما هو شيخ مثلا تقليدي، لا، هو أنت مر يعني أنت من بيت، خليني أقول بيت فني، يعني أبوك رحمة الله عليه كان واحد يدق عود، صح، أنت نفسك كنت تدق عود في فترة من الفترات، كان عندك برنامج الوسائل التعليمية أو شيء تبع الإذاعة في الإذاعة وكنت تمثل، صح، فأنت عندك هذا النفس، نفس التمثيل، النفس الفني، كيف تهاجم الفن بهذه الطريقة التي تقول أنك أنت لا تؤمن بالرسالة الفنية إطلاق؟ صح، أنا أهاجم الفن المنحرف وليس الفن الإيجابي، الفن السلبي، الفن الذي يخرب الأخلاق أو يشوه السمعة. يعني أنا ما أؤيد تصدير التمثيليات من بلدي الكويت اللي اتكلم عن خراب البيوت والسب والشتم واللعن، واللي يعدونه قبل رمضان مع الأسف الشديد كأن الكويت بؤرة فساد. المسلسلات الكويتية تسيء للكويت؟ طبعا. وين الصور الإيجابية؟ وين الزوجة الناجحة؟ وين الأم المثالية؟ وين الأب الرحيم؟
وين صلة الجار بالجار الكريمة؟ الشعر العاطفي مسموح أن يتغنى به وأن ينشد؟ لا طبعا غير مسموح، اللي يهيج النفاق والغريزة غير مسموح فيه. لا احنا نتكلم على شعر من 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 نوع القصيدة اللي قلتها. نعم. في أم عبد الله بعد الحج. اي نعم. تذكر يعني منها بيتين؟ يعني هذه القصائد وأمثالها عندما تكون خاصة لك ولأهلك وبناتك وبيتك. اذكر منها بيتين اللي فيها يعني. اي نعم. انك لما جيت، انا ما احفظها يعني كويس، لما جيت تقبل عليها قالت لك انها محرم. يا شجيرات السمر. لا شجيرات السمر دي لا، قرب للشاهد. حدثينا والقمر. ايه. اذ بدا بدر الدجى عندها يحلو السمر، وشويهات لنا في عشيبات الممر، راتعات في السنة راشفات للمطر، يا حبيبا زارني طعم رياه الزهر، كدت أن ألفمه صد عني ونفر، قال لي يا صاحبي كيف تدعو محرما أفما تخشى سقر، قلت قد ذكرتني فارفقي بالمدكر، ساق قلبي حبكم صار هديا فنحر. الله الله. يعني مثل هذا الشعر. نعم. هل الإنشاد به وترنيم والغناء به هل تعتبر؟ هذا نعم، ما في بأس، ما في بأس. لا شك. أنت قلت عن الإعلاميين أنهم هم سحرة فرعون. إيه. ليش سحرة فرعون يا شيخ؟ لأن الحقيقة يعني عندهم سحر، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى لما ظهر لهم الخير والحق تحول إلى رسالة، ولهذا لما هددهم وتوعدهم فرعون قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، وخروا لله ساجدين. فالإعلامي اللي يحمل رسالة ويعرف كيف. وهنا الشاهد، أنا بتسمح لي بمقاطعتك. نعم. أنت هذه المرحلة يعني في البداية أنتوا كنتوا تهاجمون الفن، تهاجمون الفضائيات، تهاجمون الإعلاميين، بعد فترة صار في نوع من التصالح، بديتوا تدخلون في القنوات الفضائية، تظهرون في القنوات الفضائية، بديتوا حتى المسلسلات تكتبون في بعض الأشياء، تدخلون في بعض النصوص، ممكن تسوون مسلسلات تاريخية. هذا التحول، دخول الدعوة والاقتراب الدعاة إلى التلفزيون وإلى القنوات غير المحافظة اللي تقول جمهور الأغاني أنا أحبهم يحبوني وأبغاهم، هل هذا التحول تحول إيجابي؟ أي طبعا تحول إيجابي، والمكان لا يمكن أنت تصلحه من بعيد. ما تصلحه إلا إذا دخلت فيه وتكون أنت البديل الصالح. أنا أذكر جاني مذيع تعرفونه جميعا، علي حسن أبو شملان. نعم. وكنت أنا وكيل وهو مدرس عندي، وقال وين توجهني يا شيخ؟ قلت له أوجهك إلى الإذاعة. قال بس الإذاعة فتنة وفيها بنات وفيها كذا. قلت له روح مواقع الفتنة وغض البصر وأكثر الاستغفار وأصلح ما استطعت، وراح تنجح إن شاء الله، وأذكرك بعد ما تنجح. وفعلا طاعني الرجل وراح، والآن تفضل شوف. نعم. أبو شملان. ابنتك حنان القطان. نعم. داعية تظهر على، ظهرت على قناة اقرأ وظهرت على قناة الرسالة. هذا الظهور لابنة الشيخ أحمد القطان بالنسبة لك، يعني أنا أعرف أنه شوي يمكن قضية شخصية لكنها بشكل عام، هل هذا أنت راضي عن هذا الظهور؟ طبعا راضي عنه. يعني عالم النساء يحتاج إلى من يعلمهم أن تكون امرأة منهم، تعرف حاجاتهم وتعرف كيف أنها توجههم وتربيهم. بيت السعيد والأسرة السعيدة اليوم. أن تدعو الداعيات إلى الدخول في الإعلام. طبعا أنا أدعوهم وأن يعرفون دورهم، والإعلام الحقيقة رسالة، رسالة يجب الاهتمام في الإعلام، والإعلام جهاد، الإعلام دعوة، والإعلام اليوم كشف حقائق. أخطر ما تعانيه الأمة اليوم التعتيم، لابد أن الإعلام يعني، وقدم ضحايا الإعلام الحقيقة، كثير من قتل واستشهد عندما كان في موقع مع كاميرته
رحمة الله عليه. لا بس الالتزام قديما المحافظة على الدين أنه الواحد يكون ملتحي وثوبه قصير ويبتعد عن هذه الأشياء، يبتعد عن التلفزيونات ويبتعد عن، اليوم اختلف مفهوم الالتزام. صح. وشو مفهوم الالتزام عليه؟ يعني الالتزام اليوم أنك أنت تلتزم بكتاب الله وسنة نبيه، أن تدعو إلى الله بصدق وإخلاص، ثم يعني أطعم مطعمك، أحرص على الحلال، أدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. ما يحدث التغيير في الخارج لما يصير لك التغيير في الداخل، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تكون تحاول تغير بالقدوة وبالأسوة. منبر الأقصى ومنبر الدفاع الأقصى، هذا منبر شهير. ونذرت نفسك لهذه القضية، قضية فلسطين. أنا أسألك شيخ عن هذه القضية، قضية فلسطين. كانت هي قضية العرب الأولى والمحورية. اليوم هل تراجعت قضية فلسطين؟ فلسطين ليست هي قضية العرب الأولى والمحورية؟ يعني صارت أحداث غطت أحداث الشام وأحداث أخرى في العالم العربي، لكن لا تزال هي القضية الأولى. الأحداث الشام، أرجع لك الفلسطين، لكن أحداث الشام تذكر أن تكون لك خطبة شهيرة اسمها طاغية الشام. نعم. أيام أحداث حماس. أيه. نعم أذكرها. أبكت الناس هذه ولا تزال يعني. استطعت إنه أنت تظهر يعني في الأحداث الأخيرة. نعم. صوتك وصل في الثمانينات، في 82. صح. لكن هل صوت الشيخ أحمد القطان اليوم يصل؟ نعم يصل. يصل بفضل الله في وسائل يعني أخرى. أنا مع المهاجرين، أنا مع المرابطين، أنا مع العمل الخيري اللي يروح لهم في مخيماتهم. أنا أرسلت أولادي وبناتي لهم هناك. قتال ولا؟ لا لا، للمخيمات المهاجرين. وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني كلمت جرحاهم من هناك. كان واحد فاقد عينه ونص وجهه والأطباء يأسين منه، بعد ما قلت له يا أخي أبشرك أن بعضك سبق إلى الجنة، تكلم وفي اليوم الثاني رفعوا عنه الأجهزة وبعد شهر طلع يمشي فضل الله سبحانه وتعالى. طيب أرجع لموضوع فلسطين. البعد القومي أو البعد الإسلامي هو البعد القادر على حفظ القضية الفلسطينية؟ أنا أسألك أيهما؟ البعد الإسلامي طبعا. قضية فلسطين ليست هي قضية الفلسطينيين فقط أو قضية العرب، إنما هي قضية الإسلام جميعا. ولهذا النداء الأخير عندما يخبر عليه الصلاة والسلام بأنه تقاتلكم اليهود فتقتلونهم، حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فاقتله، ماذا يقول؟ يا مسلم يا عبد الله، ما قال يا فلسطيني يا عربي يا حزبي يا فلان يا علان، صفتان، يا مسلم يا عبد الله. يعني البعد الإسلامي هو الأصل. هو الأصل. يعني العمق الإسلامي هو العمق الحقيقي للقضية الفلسطينية. الأقصى والقدس وفلسطين أرض وقف إسلامية لا يحق لأي إنسان أن يتنازل منها شبر واحد، حتى أن السلطان عبد الحميد هدده يهود الدونما كما تعلم، وقالوا نسدد ديونك ونثبتك في حكمك، عطنا بس قطعة أرض. أبدا. في احنا قبل الحوار كنا نتحدث على موضوع في صور كثيره، موضوع صور البر اللي موجود عندك، وكنت انا اسال يعني ابنائك يعني قبل ان بين الصلاه كنت في البر. كنت في البر. ايوه جيتكم من البر. وايضا البرامج لا تزال ايدي فيها اثار الطبخ. قضيه يعني هذا القرب من البر. اي نعم. يعني البر والنشيد. صح. مرتبطين بشخصيه الشيخ احمد. حدثني عن البر والنشيد في حياتك. يعني البر بريره والكلمه سبحان الله وين ما تقلبها اعرابيا فيها خير. شو بر من اسماء الله الحسنى البر. لا انا ما اتكلم البر. ابي البر ايش اللي شايفه انت؟ ايش اللي خليك البر؟ يعني ساعه خلوه مع الله للتسبيح والتهليل والتكبير عند الغروب، عندما تشب النار وتسوي الشاي والقهوه لها طعم غير الشاي والقهوه اللي في البيت، وعندما ياتون اصحابك معك
وهناك أنت تبدأ تقول يعني أناشيدك البرية وأشعار. وش النشيد اللي تحب ترنم فيه لما تصل لحالك في البر؟ يا ما حال الفنجان والرمت مسعور فوق الشبوب اللي تصعد ولاعة، وقولي الزعتر والرياحين مسطور، واشرب حليب النوق أبيض نصاعة، ومعك طلي ما يبي ضرب ساطور، إذا ذبحت علق منك راعة، وحمس بصيلة والمعاليج عالفور، من طعمه الجوعان ياكل صباعه، احنا بنعمه بس تبي حمدي وشكور، وحفظ الصلاة الخمس ويا الجماعة، ما تغتني لو تملك المال وقصور، ليه صرتي ما تملك كنوز القناعة. الله الله. السؤال الأخير، هل هناك أمر فعله الشيخ أحمد القطان وندم عليه ولو رجع به الزمان إلى الخلف لم يفعل؟ في الحقيقة يعني وددت أني لو يعني حصل لي وصليت في القدس وفي الأقصى، وكانت لي أمنية، يعني أمنية أنك تصلي في الأقصى. أني أصلي في القدس والأقصى، يعني كم دافعت عنه وأنا ما صليت فيه. الآن التطبيع اللي موجود أو في موجود قضية أنه الآن تروح حتروح ودونك حتروح في ظل الاحتلال، في ظل الاحتلال لن تذهب ولا أفتي حتى أن الإنسان يروحون. لكن إن شاء الله أسأل الله أن أصلي فيه ولو ركعتين قبل الممات، وهو على كل شيء قدير. والأقصى إحنا عندنا عقيدة وسيرة وفتح وقرآن ودعوة. شكرا لك شيخ، شكرا لك شيخ أحمد على وقتك وعلى استضافتك لنا. شكر موصول لكم أنتم. وانقلوا عن الشيخ أحمد القطان أنه يقول الحكومة المنتخبة لا تصلح لنا. يثمر مجلسنا السائحون.